السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده يا جماعه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بنجدد اللقاء معاكم حبايبي ان شاء الله. هنتكلم عن موضوع مهم جدا النهارده، ايه الا وهو ايه؟ ملح الطعام. ملح الطعام واهميه ملح الطعام للحمام. اولا يا جماعه، فوائد ملح الطعام: الملح ده يستخدم لزياده الانتاج عند الحمام، بنستخدمه لزياده الانتاج عند الحمام، وكمان بيعمل ايه؟ بيستخدم كمان لعلاج النحافه عند الحمام، يعني بيزود من حجم الحمام عندي. طيب تمام. طب يعني ايه؟ طب انا هحط هضيفه ازاي انا الملح ده؟ يا اما اضيفه عندي طريقتين، ممكن عن طريق الكلفة بتاعته، او ممكن ان انا هضيفه له في المية. طيب يا جماعة، طيب ساعات كده بلاقي الحمام عندي بيقعد ينور كده في الجدران، ده بينور في الجدران لانه ايه؟ مش لاقي الملح ده في الكلفة بتاعته، فبيضطر ان هو ينور في الجدران بحثا عن ملح الطعام. تمام. فانا ايه بحطه له، انا بقدمه له في الكلفه بتاعته او عن طريق الميه. طب عدم وجود ملح، الملح ده في الكلفه هيكون السبب في ايه؟ في قله انتاج الحمام، وكمان ممكن بنلاقي كساح في الزغاليل، ده برضو بيكون ايه نتيجه عن ايه؟ قله الملح في الكلفه بتاعته او في الاكل بتاعه. طيب ده تمام. والعنصر يا جماعه، الملح ده عندي عنصر مهم جدا في عمليه التمثيل الغذائي، وكمان الملح يا جماعة بيحتوي على الصوديوم والكلور، واحنا عارفين يا جماعة ان الكلور ده بيدخل في تكوين الهيدروكلوريك في العصارة المعدية. طيب وكلوريد الصوديوم برضه بيدخل في مكونات بلازما الدم، وكمان الصوديوم ده مطهر مع وبيدعى الميكروبات والبكتيريا التي تصيب ايه امعاء الطائر. فالملح الطعام ده مهم جدا للحمام. طيب احنا قلنا دلوقتي ان الصوديوم برضه مفيد جدا في عملية انتاج البيض. طيب ايه اعراض نقص الملح عندي؟ اول حاجه ممكن الاقي اعراض نقص الملح عندي نقص نمو الطائر، وكمان قله انتاج البيض، والبيضه بتكون صغيره كده، واحيانا وجود حالات الافتراس، بنلاقي وجود حالات افتراس بين الحمام وبعضه، برضو ده بيكون ايه نتيجه لقله الملح عنده اللي مش موجود في الكلفه بتاعته. طب احنا قلنا ان انا عندي طريقتين. الطريقه الاولى احنا قلنا ان احنا نحط هي عندي نفس اي مثلا، او احط في الميه، احط الملح ده في الميه بتاعه الحمام. طب اقدمه له ازاي؟ هضيف له معلقه كبيره ملح على 1 لتر ميه. طيب تمام، ونحطه ورجه كويس، وبعدين نحطه للحمام في السقايه بتاعته. وانا عندي الطريقه الثانيه بقى يا جماعه، اللي هي احنا قلنا عليها ان انا بضيف الملح على الكلفه بتاعته، يعني اضيف مثلا نسبه تتراوح ما بين 5% الى 1%. طيب هنضيف كده مع بعض، انا عندي ملح الطعام اهو بس مش هكتر، نسبه صغيره 5% ل1%. طيب تمام كده. يبقى احنا النهارده يا جماعه اتكلمنا عن فوائد الملح للحمام، واتكلمنا عن النسبه احط وانا عندي طريقتين، ممكن احط في الميه الملح في الميه اللي هو معلقه كبيره ملح على 1 لتر ميه. تمام، او ممكن اضيف النسبة من 5% ل1% على الكلفة بتاعته. يا ريت يا جماعة لو انت استفدتوا من الفيديو بتاعي ده، يا ريت متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.